يسأل عن حكم زواج المسيار إذا كنت تقصد أن شابا تقدم لامرأة أو أن رجلا تقدم لامرأة واشترط عليها ألا ينفق عليها وألا يعدل، إنما إذا تيسر له المجيء إليها جاء دون إلزام بالإنفاق وزوجها الولي وشهد الشهود على ذلك فهذا الزواج جائز وإن كان مكروها لعلل شتى، والله أعلم.